هلا بقياس البريشر ميجرمنت في عندنا فري رينجز، فري في فيري لو بريشرز، وعادة لما بنقول فيري لو بريشرز بنسميهم فاكيوم، هو less than one atmospheric pressure. عندنا medium range وعندنا very high pressure. مثلا very high pressure يعني يمكن يكون 100,000 atmospheric pressure. هدول بدهم طرق مختلفة، في طريقة مختلفة رح نطلع عليها، طريقة أو طريقتين، في طريقتين رح نطلع عليهم لللو بريشر ميجرمنت، طريقة للفيري هاي بريشر ميجرمنت. بس أنا رح أركز هلا بشكل رئيسي اللي بيهمكم أنتم كميكاترونكس في شغلكم كترانسديوسرز هو هذا الميديم رينج. هدول أكثر بيصيروا شغل المختبرات، في المختبر عمالي بقيس رينج منخفض جدا أو عالي جدا. معظم التطبيقات اللي أنتم عندكم رح يكون البريشر ميديم بريشر رينج، رح نركز على هذا الرينج. وفي عندنا ثلاث طرق مختلفة. فالميديم بريشر ديفايسز تنقسم ميديم بريشر، اذا عندنا اول نوع من انواع الميديم بريشر ميجرمنت هي المانومتر. المانومتر هو عباره عن يوتيوب ونكون حاطين فيه كميه معينه من الزئبق، حسب الان البروسيس اللي بقيسها هون، اذا كانت البروسيس موجوده هون، هون ممكن يكون عندي اتموسفيريك بريشر او ممكن يكون فاكيوم. اذا سكرت هذا من هون وفرغته من الهواء صار عمالي بقيس اجينست فاكيوم. اذا خليت هذه مفتوحه للاتموسفير ووصلت هاي مع البروسيس، طبعا الفرق ما بين الارتفاع هذا والارتفاع هذا رح يعطيني، وراح اضرب طبعا في رو اللي هي density في رو في جي اللي هي الدنسيتي تبعت الميركوري او الفلويد اللي مستعمل هون. احيانا عشان ارفع السنسيتيفيتي تبعت هاي الطريقه احيانا بنميل هذا التيوب، اذا ميلت هذا التيوب من هون بتزيد عندي السنسيتيفيتي، صار بدل ما انا اقيس برينج بدل ما يكون التدريج تبعي بهذا الشكل بصير التدريج تبعي بهذا الشكل، بحول بينهم. هاي بس طريقة عشان ازيد السنسيتيفيتي، صرت بقدر اقرا على رينج اوسع من هون، بس هي في النهاية الضغط هو بيعتمد على هذا الارتفاع حسب الجاذبية. هلا الطريقة الثانية او الطرق الثانية هي الميكانيكال افكت. متذكرين كان عندنا بالتمبرتشر كان في عندنا 3 افكتس، كان ميكانيكال افكت والكتريكال افكت والراديشن افكت. هون عندي ميكانيكال افكتس والكتريكال افكتس والملل. الميكانيكال افكتس بده يتحول لبريشر لديسبيسمنت، وبعدين بدنا نقيس الديسبيسمنت، وراح نقيس الديسبيسمنت بطريقتين، يا بعملها فيجوال بحط عليها بوينتر وبشوفها، يا بحولها ل الكتريكال سيجنال. فبدنا الطرق المختلفه اللي ممكن استعمل فيها بحيث انه البريشر يتحول ل ديسبيسمنت. شو في طريقه طلعنا عليها اللي هو الدايفرام، متذكرين؟ فلو عندي ديسك والديسك عرضته للبريشر من هون رح يصير في عندنا displacement. هاي displacement ممكن نطلع عليها ونشوف، اذا احد اللي هاي هي 2A diaphragm، والدايفرام ممكن يكون flat disk زي هيك، وممكن كمان يكون بنسميها corrugated. هلا شوفوا هاي الرسمة اللي أنا رسمتها من هون، راح أحط أنا هون سنتر لاين وراح أطلع على هذا الديسك. إذا اطلعت على هذا الديسك هون هيك راح أشوف في عندي دائرة من هون. شو معناها هاي؟ شوفوا لو جبنا ورقة، أعطيني ورقة اسمع. لو طلعتوا على الورقة هاي، هلا الورقة هاي لو عملناها لو طعجناها بهذا الشكل، بعدين طعجنا شوي من هون شيء بسيط مسافة بسيطة، وبعدين رديت طعجت مسافة بسيطة من هون،
هلا اذا بتطلع على هاي لما عملتها بهذا الشكل صار انا اعطيتها الاستيسيتي مزبوط ما كان فيها هاي الاستيسيتي فكاني خففت ستيفنس وزدت السنسيتيفيتي تبعت السيستم. لكن هون بحاله هذا الديسك بتكون بشكل مختلف شوي. اذا بتطلع على هذا الديسك راح تلاقي في دائره هون والدائره محطوطه فيها هاي الطعجه اللي موجوده هون. عفوا ممكن بس هي اكثر صار في عندي زي زومبرك يعني هون حطيت انا زي كاني سبرينج كانه هذا سبرينج اليمنت من هون. وممكن طبعا ازيد الكوريجيشن يعني ممكن اعمل اكثر من وحده يعني ممكن هذا الديسك اعمل كمان وحده هون بيصير في عندي دائره ثانيه هون واعمل كمان وحده هون واعمل وحده هون. الحالة هاي هذا رح يصير اسهل انه يعمل رح يزيد مشيك على بريشر اقل رح يصير في ديفليكشن. هاي الطريقه اللي عم نعملها احيانا بنسميها كوريجيتد. ايش يعني كوريجيتد؟ لو انا جبت قطعه وعملتها لها كوريجيشن كاني عملتها زي هيك لو جبت ورقه عملت فيها تعرج هذا التعرج رح يحط زي سبرينج افكت من هون رح يزيد السنسيتيفيتي. اذا كوريجيتد انكريسز لانه بصير في عندي ديفليكشن اكبر لنفس البريشر. اوكي اذا هاي احد الطرق الاولى اللي هي اني استعمل دايفرام.